النهارده السولية بالمناسبة بدأ يجري حوالين الملعب، إن شاء الله ربنا يكرم ويقدر يلحق المباريات القادمة. أيضا النهارده النادي الأهلي أتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية الأربعاء القادم. لسه طبعا وهنتكلم عن هذه المباراة، وكالعادة الأهلي دايما بيكون زي ما حضراتكم شايفين بيكون حريص على تنظيم أتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية يوم الأربعاء. ينظم النادي رحلات مجانية لجماهيره إلى مدينة الإسكندرية يوم الأربعاء المقبل لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام الإسماعيلي التي سوف تقام بملعب برج العرب في بطولة الدوري. يبدأ تجمع الجماهير بداية من الساعة 12 ظهرا أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأتوبيسات إلى الإسكندرية في تمام الساعة 1:30 ظهرا. يستوجب على اصطحاب كل مشجع أهلاوي تذكرة المباراة وبطاقة الفان آي دي الخاصة به، كما يحضر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة. شكرا الحقيقة لمجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة الجماهير الحقيقة اللي بتقوم بدور كبير جدا جدا في هذه الأمور.